الله سبحانه وتعالى ينادي كل واحد فيكم، يقول لك اسألني، استغفرني، ادعني. والله أن الله عز وجل قد أتى بك إلى هذا المكان من أجل أن يدخلك الجنة. قبل شهر ونص طالعين أنا وأحد المشايخ الشيخ وليد الدهوان طالعين من جدة رايحين للطائف، عندنا محاضرة، وإحنا في الطريق قال لي الشيخ وليد: يا نايف، فيه أم من الطائف من الحوية لها أسبوعين تكلمني، عندها ولد في العشرينات، تقول أتمنى يا شيخ تجون تزورونه، أتمنى تجون تذكرونه بالله، أتمنى يحضر هذه المجالس اللي أنتم تجلسونها وتذكرون فيها الله، أبغى ولدي يتغير، أبغى ولدي يصلي، أبغى ولدي يرجع إلى الله عز وجل، ما أبغى ولدي يموت على هذه الحياة، يموت بغير صلاة، يموت ببعد عن الله عز وجل. قال لي: إيش رايك نمره؟ إيش رايك نقابله؟ قلت: تم. دقينا على هذه الأم، قلنا نبغى نكلم الولد، كلمناه، قلنا: يا فلان، احنا قريب من بيتكم، جايين من جدة، نبغى نسلم عليك. اقسم بالله توعدنا في مكان في الحوية وقابلنا، سلمنا عليه، طلع اطيب مما تتخيلون، شاب صحيح بعيد عن الله لكنه طيب، في رجولة، في شهامة، في نخوة. بعد ما سلمنا عليه قلنا له: طالبينك طلب. قالوا: ابشروا بعزكم. قلنا له: عندنا محاضرة في الطائف، نبغاك تروح معانا. قال: اسمعوا، جيتكم غالية، والله لا أجي، بجيب ولد أختي وأحضر المحاضرة. أقسم بالله رحنا المكان، في أكثر من 2000 شاب، بدينا المحاضرة، نسينا هذا الشاب في نهاية المحاضرة، إلا شاب يخطو خطوات خطوات إلين ما جاء وركب على المسرح وحضني يبكي وقال: أنا تائب من هذا المجلس، وسجد على خشبة المسرح شكر لله. أقسم بالله يا شباب إني قبل 4 أيام عزيت أم هذا الشاب في هذا الشاب. الغريب مو في الموت، الموت كلنا بموت، كيف مات؟ تقول الأم: والله إني راضي عليه إلى يوم القيامة، والله من بعد تلك المحاضرة إنه يسلم على يدي ورجولي صبح ومساء. الأربعاء الماضي أخذ عمره وصلى الفجر ورجع من مكة للطائف، ووجدوه ميت في بيتهم بسكتة قلبية. الله رحيم، الله كريم، الله عظيم، الله لا يرضى لعباده الكفر، الله يريد لنا المغفرة والجنة. الله يدعوك، بماذا يدعوك؟ بماذا يدعوك؟ ماذا يريد الله عز وجل منك؟ يريد أن يرحمك. أقسم بالله أن نحسن الظن بالرحيم، نحسن الظن بالكريم، أن الله ما أجلسنا في هذا المجلس وفي هذا المكان إلا وهو يريد أن يقول لنا في نهاية هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدل سيئاتكم إلى حسنات. الله يناديك، متخيل معايا؟ الله يناديك، يقول لك: اسألني، استغفرني، ادعني. يقول: هل من سائل فأعطينه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فمن لهذا النداء؟ الله يناديك في القرآن، يناديك يا مؤمن، يا طيب، يا خير. الله يناديك في القرآن، بماذا ينادي؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، توبوا إلى الله توبة نصوحا. والله جل وعلا ينادي أيضا في سورة النور، ينادي جميع المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة فلاح. شيخ سلطان، بسألك سؤال، اسمح لي، لو قلت لك لي طلب عندك تردني؟ لا، ما أقدر أردك. طيب لو قلت لك هذا الطلب ولله المثل الأعلى من الله،
إيش بيكون ردة فعلك؟ الله شيء عظيم والله. صدق إن الله يبغى منك شيء، يبغى منك حاجة، ويبغى مني ويبغى من كل واحد هنا. الله يريد أمر، الله يبغى شيء. الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يبغى من الشيخ سلطان، ويبغى من نايف، ويبغى من منصور، ويبغى من الحضور، يبغى أمر، يريد أمر. إيش الدليل إن الله يريد؟ والله يريد. من الذي يريد يا شباب؟ أبغى أسمع من الذي يريد؟ الله. ممن؟ منا. كل واحد يقول الله يريد مني، أنا بقول الله يريد مني، وانت قول الله يريد مني. عيدها بالله. والله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا.